الإخوة الكرام، أصحاب الطموح لهم صفات إذا توفرت فيهم أصبحوا من الناس المميزين والرائعين في هذه الحياة. أول صفة من صفات أصحاب الطموح أن لهم وجه واحد لا يتلونون، لأن من عاش بوجهين مات ولا وجه له، والناس الذين يعيشون بوجهين يتعبون، فكيف بالذي له ثلاثة أوجه؟ وجه في العمل، وجه في البيت، وجه في المسجد، وجه رابع في مكان آخر. كن صاحب وجه واحد ليكن لك رب واحد تفزع إليه جل جلاله. من الأشياء أيضا أن أصحاب الطموح يعرفون ماذا يريدون وكيف يصلون. أصحاب الطموح ليسوا أناس فوضويين لا يدرون أين يذهبون، لا يكفي أن تجري، يجب أن تصل أيضا. أما أن يجري الإنسان فكل طريق يوصل إلى ذلك المكان. حدد وجهتك واعرف أين تذهب. أصحاب الطموح لا يحتقرون أنفسهم ولا يستصغرونها. لا تحتقر نفسك أبدا، بل أنت شخص لك شأن، وإذا كان تفقد شيئا فإن غيرك يفقد أشياء، ولديك كنوز أيضا في نفسك. أصحاب الطموح يصبرون ويتلذذون بالصبر. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن العذاب في سبيل المجد عذب، وأنه لا بطل من غير جروح. لا يمكن أن تجد بطلا إلا وقد جرح إما في قلبه أو في جسده. أصحاب الطموح يحبون الخير للناس وليسوا حسدا، لأن نجد بعض المميزين الذي هو مثلا أول في الجامعة أو على مستوى أو في مدرسة أو نحو ذلك حاسد، فيمنع المعلومات على الآخرين، ويمنع الإضافات الموجودة على الكتب أن يعطيها لزملائه. قيل لأعرابي، قال له الأصمعي، وجد أعرابيا معمرا فقال: ما أطول عمرك يا أعرابي؟ قال: تركت الحسد فبقيت. أصحاب الطموح أناس متواضعون، فالكبر والذل توأمان متلاصقان، وإذا نفش الديك ريشه سهل نتفه، أما إذا كان مطمئنا متواضعا فإنه لا ينتف. ولهذا نجد أيها الإخوة أن الشجرة كلما زاد ثمرها كلما زادت تواضعها.